ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ انا بصراحة يعني ما كانش ليا مزاج اعمل الفيديو ده، لاني بصراحة وبجد يعني انا حزين جدا 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 على اللي حصل. فاكرين الكتكوت اللي انا كلت اخوه قدامه، اللي انا سلقته وكلته. فضل من بعدها حزين كده ومنطوي في الكرتونة لوحده بعيد عن باقي الكتاكيت. حتى استغربت هو ماله كده يعني. من بعدها على طول، من بعد ما كلت اخوه على طول، فضل حزين ومنطوي، فضل زعلان على فراق اخوه بجد يعني. فضل كذا يوم على كده، حتى لقيته مش بيتحرك كده، ونايم على جنب كده في الكرتونة. كنت خايف عليه. كنت خايف عليه بصراحة يا جماعة، بس ما كنتش متخيل. بس ما كنتش متخيل أبدا يعني اللي حصل. مش هتصدقوا اللي حصل. تعالوا أوريكوا اللي حصل. شايفين يا جماعة؟ شايفين اللي حصل؟ الكتكوت مقدرش يستحمل فراق أخوه. كتكوت مات. أنا مش عارف أعمل إيه. أنا حزين. بصوا، كتكوت مات يا جماعة أهو. كتكوت مات أهو. شايفينه؟ ما قدرش. ما هو روح بني آدم ما قدرش يستحمل فراق أخوه اللي كان بيلعب معاه وهو صغير. أخوه ما قدرش يستحمل فراق أخوه. كنت كده جنب أخوه الميت، اللي أخوه الميت، ويا ريت على قد كده. ده ميت ها، وأنا وسلقه كمان. ومش بس كده، ده أنا هاكله كمان. ينفع كده؟ دي رحمة بالذمة يعني. حد عيط وهو شايف الموقف ده؟ صعبان عليا بجد وانا باكل اخو جنب. صعبان عليا. بصوا بيبص على اخو ازاي. بصوا كده في وريه. بصوا يا جماعة بيبصوا على اخو ازاي. اخوك اهو. ده انا خايف. انا خايف كمان على، انا خايف على الباقيين يا جماعه. انا خايف على الباقيين، لان هم هيشوفوا اخوهم ميت، هم كمان مش هيقدروا، هيموتوا. ما يغركوش ان هم بيلعبوا دلوقتي، ده هم بيحاولوا يعني، بيحاولوا ينسوا على قد ما يقدروا. يلا بقى، اللي حصل نصيبه كده، نصيبه. هنعمل ايه؟ ولا بإيدي ولا بإيد أي حد. بس أنا حاسس بالذنب إن أنا عملت كده بصراحة. كان المفروض أحافظ على مشاعره. جرح المشاعر أكبر من جرح الخيانة، وهقول لك إيه إذا كان ده شيء عادي.
سيبه كده. المهم ما تنسوش يعني بعد ما لو شفتوا الفيديو ده ولو انتوا يعني متعاطفين مع الحيوانات الأليفة والكتاكيت، ما تنسوش ان انتوا تعملوا لايك للفيديو لايك للفيديو والسبسكرايب، اهم حاجة عندي السبسكرايب واللايك وشير، يا ريت تشيروه عشان يعني عشان تعرفوا الناس ان الكتاكيت دي بني ادمين زينا بتحس، يعني لازم نراعي مشاعرهم، يعني لازم نراعي مشاعرهم. وبعدين يعني تقريبا برضو الكتاكيت بيبقوا عايزين بيئه صحيه يتربوا فيها، تقريبا ليهم نظام معين، يعني خدوا بالكم يعني ما تربيش كتاكيت في البيت عندك. يعني لو انت يعني بص اقول لك على حاجه، لو انت مثلا ساكن في الفلاحين مثلا وفي غيط وفي او في عش او كده، ممكن تربي كتاكيت على امل ان هم يكبروا ويبقوا فراخ، انما في البيت تقريبا الظروف ما بتبقاش مهيئه. فما يعني حاجتين النهارده نستفاد بيهم، ان اول حاجه ما تجرحش مشاعر الكتكوت، الحاجه الثانيه ان انت ما تربوش عندك في البيت الا اذا كان في بيئه مناسبه لتربيته، عشان يعني يقدر يكمل معاك ويبقى فرخة. يعني وفي النهاية يا جماعة، يعني أنا عايز أشكر كل اللي بيدعمني وكل اللي بيتفرج على فيديوهاتي، ويا رب كده نوصل، يعني احنا مش طمعانين في حاجة، انا عايز بس 1000 مشترك كده في الاول على القناة ديت، وادوني على الفيديو ده. يعني بصوا يا جماعة انا مش طمع، ادوني 50 لايك، انا مش عايز الا 50 لايك على الفيديو ده، انا مش هطمع باكتر من كده، انا عايز 50 لايك. وشكرا لكم، والى لقاء اخر في فيديو جديد.